أتريك يضيف من تصاحب مكان. قلت إيه يا عملة؟ عايش في اسكندرية يعني إزاي؟ يا حبيبتي هيكون عندك شقتك وعربية بسواقة وهتتحركي زي ما أنت عايزة، كل دي ظروف مؤقتة عشان نعرف نتقابل. يومين تلاتة في الشهر. أنا أحب أكون معاك في أيها مكان، وظروفك هي ظروفي وعلى راسي من فوق، ربنا هو العالم يعني. بس يعني شغلي وحياتي ودنيتي هنا. بس ماشي أروح معاك اسكندرية. ماشي أشرب الشاي. لا خلاص خلاص هفكر في حل تاني، ما تقلقيش خلاص. هفتح الباب عايزة أكرم لو سمحتي. مفيش حد عندنا بالاسم ده. في راجل دخل العمارة. راجل؟ راجل مين؟ ما تحاسبي على كلامك، مفيش رجالة بتدخل هنا. أصل أنا كنت ماشية. أصل إيه وفصل إيه؟ ما تقفي عينك وتتكلمي عادي. ما تدوري على الرجالة في أي حتة تانية، شقق عندك ياما. في إيه يا عبلة؟ اتفضل يا عمي تعالى شوف تلقيح الجدد دي على الناس. انت عايزة مين يا بنتي؟ في راجل دخل هنا من شوية. تاني! هتقولي راجل تاني! ما تاخدي بالك من كلامك بقى يا اختي! كتير من قلبك! خلاص! خلاص! أنا آسفة! يلا نركب اللي تودي! دي ماما انا لازم الحقها. تعالي بس يا بنتي، رايحه فين؟ يا جدو دي ماما يا جدو. تعالي تعالي يا نور. انت اللي كانت في الصوره. تعالي الله يهديكي. يا جدو عايزه اتكلم معاك. تعالي يا بنتي. يا جدو لو سمحتي يا جدو. لا حول ولا قوه الا بالله. يا جدو دي ماما يا جدو. الله عايز أتكلم يهديكي يا بنتي. الله يهديكي. ايه ده وصلت بالمكنه يا مكنه؟ انا طالع البيت نصايه وراجع تريك. في ايه يا سوني؟ مالك؟ ركبي مش شايلاني. طب تعالي تعالي كفة ميلة ميلة ملهاش عدلة. ما تعيطيش ابوس ايدك، انا جوايا مليون سؤال، ما تزوديش همي ارجوكي. ما تشيلش همي انا هبقى كويس. مراتك حلوة قوي يا أكرم.
بجد والله العظيم دي ماما، دي ماما، ماما عايشة، ماما ماتتش. ازاي بس يا نور يا بنتي؟ ماما ماتت وانت نفسك بتروحي تزوريها في القرافة، والست دي انا اول مرة اشوفها. يا جدو دي اللي كانت عند قبل قبل، والله العظيم بقى صدقني دي ماما، دي ماما يا جدو. لا يا نور، قلت لك مش هي، انت اصلا ما شفتهاش كويس. شفتها يا جدو، شفتها بقى، ودي ماما. طب انا هكلم ابوك دلوقتي ولما يجي هتلاقيه بيقول لك زي اللي بقوله لك بالظبط. ايوه سمير، في واحده جت عند عبله النهارده شكلها مرات المستر، بنتك شافتها ومن ساعتها بتقول انها امها. طب بسرعه يا سمير. افتحي يا ابله عبله، انا نور. خليك انا هفتح. هي مش دي صورة الست اللي كانت عندكم؟ مين اللي اداك الصورة دي؟ دي صورة ماما، سمير اللي اداها لي. ما تاخذناش يا مستر، يلا يا بنتي ابوك زمانه جاي دلوقتي. سيبني يا جدو، انا كنت بسألهم على ماما. من فضلك سمير، اول ما يوصل يجيني فورا. فورا هقول له. شكلهم يعرفوا مين؟ هو مش انتوا تعرفوا ماما؟ يا جدو ما مش فاهمة حاجة، ايه اللي خلي سمير يعمل معلش يا ساره جوعتك، تحبي نحط الاكل؟ لا لا خالص، براحتك، مش فارق خالص. يعني هو ماجد جاي في السكه، بس لو جعانه قولي. اه خلينا نستناه احسن، انا ما كنتش عايز تعبك معايا والله. هند ايه الكلام ده؟ ده انا مبسوطه قوي انك اخيرا جيت لنا، على الاقل نقعد نتكلم براحتنا. الحمد لله ان الولاد النهارده مش موجودين في البيت، بعتهم عند ماما. كان زمان البيت ده عباره عن زن، خصوصا بنتي لمده رمضان. ربنا يخليها لك ان شاء الله. شريف ايه انسيك؟ ايه المفاجاه الحلوه دي؟ معلش انا طبيت عليك وضايقتكوا غالبا يعني، ما بس كنت في الاريا قلت اجي اسلم، يعني ما كنتش عارف ان انت عندك ضيوف. لا ضيوف ايه، دي ساره صاحبتي، شريف اخويا الصغير. اه اهلا وسهلا. ازيك؟ الحمد لله. انت هتتغدى معانا على فكره؟ متاكده؟ بدل ما ابوظ لكم الجيرز لانش بتاعكم ده. الحقيقه اه، بس مش مشكله، هنستحملك الا طبعا لو ساره هتتضايق. لا طبعا مش هتضايق ولا حاجه، اتفضل. شريف عنده ووتر سبورت سنتر في شرم، وبيفتح واحد تاني في الجونه، بس مشكلته ان هو بيحب شغله قوي، قاعد هناك على طول، بنشوفه كل فين وفين. معلش مكالمة شغل جايلي بعد اذنكم، وهقول البنت كمان تحضر الاكل. احنا مش هنستنى ماجد؟ لا هيتاخر، ناكل احنا. الو اتفضلي. انت بتشتغلي يا ساره؟ اه انا بشتغل ميك اب ارتست. بس بتهيألي احلى حاجه ان الواحد يشتغل الشغلانه اللي بيحبها، خصوصا كمان ان انت حياتك وشغلك جنب البحر، فاكيد طبعا مريحه للاعصاب مش كده؟ لا ده روقان على الاخر. وبعدين بنزل القاهره ما بقاش فاهم انتوا عايشين هنا ازاي؟ ايه الزحمه دي كلها؟ عندك حق. مش هي يا نور، ما ينفعش يا بابا والله العظيم، هي 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 اللي في الصوره. يا حبيبتي ممكن تبقى شبه اللي في الصوره، في ناس كتير قوي بيبقوا شبه بعض، انت بس عشان بتشوف الصوره كتير ونفسك ان هي ترجع فحسيت انها ماما، لكن دي مش هي يا نور، صدقيني ممكن تبقى واحده تانية شبهها. صدقني انت بقى يا بابا، صدقني والله العظيم دي ماما، ماما عايشه، انا حسيت يا حبيبتي. ماما عند ربنا من زمان، واللي عند ربنا يا نور يا حبيبتي اللي عند ربنا مش بيرجع، بيفضل هناك. صدقيني يا نور هي ممكن تبقى واحدة شبه ماما، أكيد واحدة تانية. نور طب أنا عايزة أشوفها تاني.
ما انا ما اعرفهاش. عارفه لو انا اعرفها كنت قلت لك. يلا تعالى دلوقتي نروح لمستر اكرم وهو هيعرفها، هياخدنا يودينا لها مره واحده. ما ينفعش يا نور، اوعي تطلبي من مستر اكرم كده. وانا كمان ما ينفعش اطلب منه، انا ما ينفعش اطلب منه حاجه زي كده. مستر اكرم اكيد عنده مشكله كبيره يا نور يا حبيبتي. دلوقتي هو لو انت طلبت منه كده او انا لو طلبت منه كده ممكن يمشي ويسيب البيت خالص ويزهق وما يرجعش العبله تاني. يرضيكي بقى نزعل عبله؟ شفتي بقى؟ صدقيني يا نور انا مش بكذب عليكي، والله العظيم دي مش ماما. هي الصورة فين؟ اخدها جبتها. فين؟ اخدها جبتها. جاب صورة نايلة مع نور يا سمير. دي صورة أنا نزلتها من على الفيسبوك يا مستر. حتى لو كانت صورة على الفيسبوك مش من حق أي حد ياخدها ويتصرف فيها زي ما هو عايز. طبعا عندك حق، ولا مش من حقي ولا من حق أي حد إنه يعمل كده. أنا آسف بس حضرتك لو فهمت الموضوع ممكن تعذرني. نور دي بنت غلبانة أوي يا مستر، أمها ماتت في ظروف أنا كنت متورط فيها مع جوزها وعيلتها. إيه الكلام ده؟ يعني انت ليك دخل في قتل امها يا سمير؟ لا طبعا يا عبله مش انا، انا كنت موجود ساعه اللي حصل ده ما حصل، وما كنتش عاوز احسسها ان هي ناقصها حاجه وما كانش معايا صوره لامها، وحتى لو كان معايا بس ما كنتش عاوز اخليها تشوفها بصراحه. وانا مالي انا ونايله بكل ده؟ ليه دخلنا في موضوع زي ده؟ عشان كان نفسي اقول لها ان امك دي احسن ست في الدنيا. حضرتك عارف معزتك عندي انت ومدام نايله قد ايه، والمقامات محفوظه طبعا. يا ابن اللعيبه، وما جاش في بالي ان هما ممكن يتقابلوا في يوم من الايام. اصل ايه اللي هيجيب مدام نايل عندنا هنا في الحته؟ بالظبط هو ده السؤال يا سمير. نايل وصلت هنا ازاي؟ محدش يعرف ان انا باجي هنا غير انا وانت. هو حضرتك بتفكر ان انا ممكن اكون قلت لها؟ طب ايه مصلحتي في كده؟ انت متجوز عبله وعبله دي اختي، يعني انا هضر اختي عشان ايه؟ لا لا سمير مش ممكن يعمل حاجة زي كده. ما ده اللي أنا كنت فاكره يا عبلة، كنت فاكر إن البني آدم اللي أنا أمنته على بيتي ومراتي وبنتي واتجوزت أخته زي ما بيقول لا يمكن يعمل معايا أنا كده. مستر أنا عمري ما أخون أمانة حضرتك أمنتني عليها والله. ولما تدخلني في موضوع يخصك وأنا مستأمنك على حياتي مش بس شوية صور، ما تبقاش خيانة أمانة. على العموم موضوع الصور والفيسبوك ده مش مبرر بالنسبة لي، بس الأهم عايز اعرف نايله وصلت هنا ازاي وعارفه ايه عني انا وعبله. ممكن تكون بتراقبك، عامله لك تتبع على الموبايل بتاعك وتعرف انت فين. نايله ما تعرفش تعمل حاجه زي دي. بس دي حاجه بسيطه يا مستر، يعني نص ساعه على الانترنت تعرف كل حاجه. هو ابلكيشن بتنزله على الموبايل وخلاص تبقى عارفه عنك كل حاجه. أنا ما قلتش لمدام نايلة عبلة. مفيش حد. ما الحاجات دي مش بتبان يا مستر، هي ممكن تبقى هيدن على الموبايل وحضرتك ما تشوفهاش. اتفضل طلعها. أنا مش بفهم في الموبايلات قوي، ممكن حضرتك توديه لحد بيفهم أحسن مني. لا صايع يالا. بعد إذنكم.
قايله حبيبتي ما تستنونيش على الغدا النهارده. سمير داخ وهو سايق وكنا هنعمل حادثه جامده، لكن الحمد لله ربنا ستر. انا هفضل معاه لغايه ما اطمن عليه. استنوني على العشاء، ما تتعشوش من غيري. I love you. يركب الامواج اسمها ويك بوردنج. انا اخو مراتك عيب بالعربي اسمها ايه؟ ميرسي ما تصحش كده. هي اسمها كده. اتفضلي التفاح بتاعك. تشرب ايه يا ماجي؟ لا انا تمام. تشرب ايه؟ بدل ما تقولي لي تاكل ايه، الراجل بصي راجع هفتان وتعبان ازاي من الشغل. حرام عليك، اتفاتك النهارده صينيه محشي ورق عنب ملفوظ باصوا. لا 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 لا، ورق العنب بايه؟ ورق العنب ده كان زمان يا ابني. انت ما تعرفش هو اصلا بيعمل ايه وهو رايح الشغل. بينزل معايا لانش بوكس فيه تونه، خضار سوتيه، حاجات هيلثي، ما بيشربش غير ميه سباركلينج واتر. شايف التريدر ميل اللي هناك ده؟ جايبه ومتزرق من عليه من العافيه. ايه ده بجد الموضوع؟ بجد ده دايت يعني؟ هو مش دايت، هو ديتوكس اكتر يعني. بعدين انا مش لوحدي على فكره، اللي بتقول لك ما بينزلش من على التريد ميل، هي بتنزلني عشان تطلع هي بعد كده. ده غير بقى على طول الشاي الاخضر ده في ايديها، بقى مشروب سحري كده ما بيخلصش ابدا. شايف ازاي؟ ايه ده انت بجد عايز تخسي؟ ما فيكيش حاجه. لا هو مش خسسان خالص، انت عارفه طبعا بعد سن ال 30. بعد ايه؟ ال 30. بعد سن ال 30 الموضوع بيتغير. عايز اخد بالي من الشيب بتاعي، توتال فيتنس، شعري والبشره، اهم حاجه البشره. انت مش متخيله ايه اللي بيحصل. انا ما كنتش اعرف انك اوبسست بالحاجات دي خالص يعني. طب وانت يا ميجو اوبسست يعني برضه بالبشره؟ آه طبعا. لا لا عشان الكرش طبعا عادي يعني. ما هنكر يعني انا قعدت المكتب دي سخيفه جدا فوق ما تتخيل يعني. بس حضرتك طبعا هتعرف منين يعني، ما شاء الله سباختيف وتركب الامواج بص ايدك. انا كل ما اشوفك تقعد تنقع عليا ارحمني يا معلم. بس انا اقتنعت يا جماعه بموضوع السباركلينج ووتر والتريدميل والبشره والديتوكس. ايه رايك انت في موضوع الديتوكس ده؟ حلوه. اشربي ديتوكس. بس انتي مش بتحبيها تقى، انتي بتحبي حد تاني. لا بحبه، بحب اللي قابلني زي ما انا. يعني ايه؟ ولا حاجة. ايوه نادين، تعالى يا اكرم. مساء الخير. مساء النور. طيب عن اذنكم، ما تعرفيش نايلة فين؟ لا بس بعتتلي مسج قالتلي ان هي احتمال تتأخر. بكلمها موبايلها مقفول. ما عشان كده بعتت مسج. طب هي خرجت ازاي والعربيات كلها في الجراج؟ اه يا اكرم طلبت اوبر من عندي، هي بس ما كانتش قادره تسوق النهارده. طب انا ممكن اشوف الديتيلز بتاعت الرايد؟ اه اكيد. ده مستر كامل. الو. اي بوبي. لا خرجت مش موجوده. تليفونها اوت اوف تشارج، بس هي كانت بعتلي مسج يعني. اوكي اوكي بوبي باي. هو انتوا ايه حكايتكوا؟ هو بيقولي خليها اول ما تروح تكلمني، وانت داخل تسالني هي فين؟ هي عيله صغيره يا جماعه هتو. بس هي نادين. تعرفتي هي فين يا اكرم؟ اه عرفتها، راح لها.
الحمد لله على السلامه يا باشا. الله يسلمك. ازيك يا باشا؟ هي مدام نايله هنا؟ كانت هنا يا باشا ولسه خارجه من شويه صغيرين. مفيش حد موجود جوه؟ الباشمهندس رامز كان هنا ولسه خارج مع الهان. معاك رقم؟ معايا رقم. صفر واحد صفر. هات هات عمك. هو الباشمهندس راجع امتى؟ لا مش راجع، النهارده اجازته، هو جه كده يعني صدفه. متشكر. السلام عليكم. مساء الخير طلبة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مالك عاملة؟ لا ما تتخضش قوي كده، يعني دول شوية تعب صغيرين وهيروحوا الحل، لسه جاية من عند الدكتورة. دكتورة خير في ايه؟ لا مفيش، يعني ضغطي واطي حبتين. طب ما قلتيش ليه قبل كنت جيت معاكي؟ تسلم يا ابن خالتي، شايلينك لك كبير. ما دام ربنا مقدرني ورجلي شايلاني تبقى بسيطة. بعد الشر عليك يا بلبلة. ما تخليش اللي حصل ده يأثر عليكي. متشلش همي، كله على الله. عاملة انت كويسة؟ الحمد لله. تعرف عنه حاجة؟ لا. ما بتقابلوش في الشغل؟ قال انا في اجازة لحد ما يكلمني تاني. طب انا كنت عايزة في حاجة ضروري. مش عارف بقى، ما انت شفت بنفسك قبل، اكيد هو كمان مش عايزني اكلمه. انت كويس يا سمير؟ الحمد لله كويس يا بنت خالتي. ان شاء الله باين بالاذن. اتفضلي. وانا عايزه اتكلم معاك بقالي فتره، بس صراحه انا عمري ما حطيت نفسي في موقف زي ده، بس كمان خايفه ان انا لو ما اتكلمتش ارجع اندم بعدين. وايا كان اللي هنوصل له في كلامنا، يعني في الاخر انا بس مش عايزه ابقى ضيعت الوقت المناسب للكلام. انا فاهمك يا دكتوره، ومش متضايق انك طلبت ان احنا نتقابل عشان نتكلم. بالعكس، انت عارف انا بحترمك قد ايه وبحب اشوفك دايما. اصل انا من ساعه موضوع فياض ده ما خلص وانا لا، هو الحقيقه من ساعه تقى معرفتك. انا بقدر يا دكتوره كويس قوي اللي انت عايز تعمليه، وعارف انك تقريبا في مقام اخت تقى الكبيره، بس والله العظيم كان قصدي اجرحها. أنا بس أنا مكنتش جاي أتكلم عن طوق. هي طوق ما اتكلمتش معاكي في حاجة؟ لا. أنا كنت فاكر إن هي اللي طلبت منك إن إحنا نتقابل يعني عشان نتكلم. سمير أنت، أنت إنسان كويس أوي. يعني أي بنت بتعرفك وتقرب منك سهل أوي تحس إن هي عايزة تبقى معاك. وأنت كمان يا دكتورة طيبة وجدعة، وأنا بحترمك جدا وبعزك والله.
وإن شاء الله ربنا هيرزقك بحد يبقى يستاهلك ويقدرك إن شاء الله. أنا آسفة، أعتبر إن أنا ما قلتش أي حاجة. أنت فعلا ما قلتيش حاجة ومفيش داعي للأسف. أنا مبسوط جدا إن احنا اتقابلنا النهاردة واتكلمنا يعني، ويا ريت نبقى نتقابل دايما يعني. طيب انا شكرا. عفو. الو، هاي اكرم، انا في المشتل في الفيوم. عادي، امبارح بالليل وانا بشتغل في المشتل تليفوني قطع، فبت في الاوتيل اللي احنا كنا رحنا اتغدينا فيه قبل كده. ما اتصلتيش من الاوتيل ليه اكرم حبيبي؟ ايه الاسئله دي؟ مالك قلقان كده ليه؟ اكيد قلقان يعني، مش هقلق عليك، هقلق على مين؟ لا ما تقلقش عليا، انا كويسه يا اكرم. هو سمير عامل ايه النهارده؟ ما كلمتوش. اصل انا كلمت عم سيد لقيته ما بيردش، فكنت عايزه سمير يجي ياخدني. لا انا هجيلك. لا ملوش لزوم، اتس فاين، انا هتصرف، هاخد عربيه من هنا. انا جايلك، ما تقفليش الموبايل. حاضر، شايف التليفون.